والله يا احمد الشيخ انا اعرفه من 6 سنين، لعيب محترم جدا ملتزم جدا، وخاصه في الحته بتاعتي اللي انا شغال فيها. يعني انا شغال في اخصائي تاهيل، هو لما بيتصاب اصابته مريحه جدا، مفيش اي مشاكل خالص، مريح في مواعيده، مريح في التزامه بالتعليمات اللي انا بقول له عليها يعني بصراحه. وبعدين انا ما شفتش اي مشاكل خالص بينه وبين اي لاعب زميل في خلال الفتره اللي انا عايشته فيها. ربنا يوفقه، هو بادئ بدايه ان شاء الله السنه دي موسم كويس، بدا معانا فتره محترمه يعني، وانا شايف ان ربنا يكرمه ان شاء الله السنه دي وهيعمل موسم كويس باذن الله. الشيخ طبعا من الشخصيات الجميله جدا يعني، ووحشني والله العظيم النهارده، وبتمنى له طبعا يعني النهارده تكون حلقه مميزه وحلقه جميله، لان هو من الشخصيات الجميله ومن الشخصيات اللي قريبه مني، وانا على المستوى الشخصي بحبه جدا. بتمنى له التوفيق طبعا الفتره الجايه يعني، كمان ببارك له على المستوى اللي ظهر بيه الفتره اللي فاتت دي، ما شاء الله عليه يعني، كان عالمي. فان شاء الله كده مزيد يعني تالق باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله. احمد الشيخ، من اللعيبه المهمه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لنا احنا كلعيبه، طبعا لعيب كبير طبعا ولعيب صاحب امكانيات كبيره جدا، كلنا بنثق فيه، كلنا بنحبه هنا، وبصراحه الراجل محترم جدا وشخصيه محترمه، وبيلعب بيأدي بيظهر بشكل كويس، ما بيلعبش بعيد فتره، بيتمرن بشكل كويس. عمر احمد الشيخ ما عمل مشكله مع حد خالص، بالعكس شخصيه محبوبه جدا وشخصيه محترمه جدا، واحنا كلنا بنحبه طبعا. واجتهاده في التمرين طبعا ووجوده في التشكيل الاساسي ده بيدي الفريق طبعا ثقه اكبر، وبيدي الفريق حافز اكبر، وبيبقى اضافه للفريق. فاتمنى التوفيق ليه الفتره اللي جايه ان شاء الله. هاي حمد شيك، هاو ار يو؟ All good. Yeah, you are a good player. You must to play for all team. You are a good player, and I tell you all the best. You are my brother. أحمد الشيخ طبعا حابب أوجه لك كلمة، معلش بقى بوجه لك وأنا قاعد دلوقتي لأني مصاب، بس حابب أقول لك إن أنت من الإضافات الكويسة معنا في الفرقة، ومن اللعبة المجتهدة في التمرين وفي الماتشات. بقول ربنا يكرمك يا رب إن شاء الله كده الفترة الجاية دي تبقى حاجة كويسة لينا كلنا، تقدر يا رب تفيدنا في الملعب كده بإذن الله بمهارتك ومستواك اللي انت شغال بيه ده إن شاء الله الفترة دي. ربنا يكرمك يا حبيبي كده، وتبقى سبب سعد لينا إن شاء الله في الملعب كده، وتفضل تخسر في التقسيمات مني كتير. حبيبي يا شيخ ربنا يكرمك ويوفقك كده يا رب، ويبقى معاك الفترة الجاية دي ومعانا كلنا بإذن الله نقدر نحقق البطولات للنادي إن شاء الله. ربنا يكرمك يا شيخ. بمسي على أحمد الشيخ النهاردة في الحلقة، أتمنى يبقى ضيف خفيف عليكم وجميل. أحمد الشيخ من اللعيبة كويسة والمهارية، علاقتي بيه علاقة كويسة ومحترمة، يعني لعيب كويس وإحنا بنحبه، واتمنى له التوفيق في النادي الأهلي، وتكون حلقة كويسة إن شاء الله. بالتوفيق يا أحمد.